ما معنى الفاشية؟ تعتبر الفاشية ايديولوجية وتيارا سياسيا فكريا يمينيا ظهرت في اوروبا في العقد الثاني من القرن العشرين، واعطت للسلطة التنفيذية كافة الحقوق وفضلتها على بقية السلطات، كما انها مجدت مبادئ الدولة الى حد تقديسها، ويشكل رئيس الدولة فيها النواة الصلبة ومصدر السلطات. ويعود أصل كلمة الفاشية في جذوره إلى ما يطلق عليه باللاتينية فاسيز، أو ما يعرف بالرزمة، والتي تعني حزمة من القضبان وترمز إلى السلطة العقابية، وتجدر الإشارة إلى أنها ظهرت إثر التحولات التي حدثت في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، والتي رفضت فيها نموذج الدولة الذي انتشر آنذاك وكان يقوم على الليبرالية التقليدية والديمقراطية البرلمانية المتعددة. وقد سيطرت الفاشية على معظم أجزاء أوروبا، وكان لها مؤيدون في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، اليابان، أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وقد تنوعت واختلفت الأحزاب الفاشية اللاتينية والشرق الأوسط، وقد تنوعت واختلفت الأحزاب الفاشية ولكنها اشتركت في العديد من الخصائص، مثل رفضها للديمقراطية الانتخابية والتعددات السياسية، وتعصبها للوطن وتمجيد القائد. كما أنها آمنت بالتسلسل الاجتماعي وخضوع المصالح الفردية لتحقيق مصالح الدولة. وارتبطت الحركة الفاشية بالحركات الألمانية النازية والإيطالية والتي سيطرت على الحكم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. ومن القادة الفاشيين المعروفين في القرن العشرين هتلر في ألمانيا، وموسولوني في إيطاليا، وفرانشيسكو فرانكو في إسبانيا، وخوان بيرون في الأرجنتين. وتعتبر الفاشية من الحركات السياسية المتطرفة، وهدفها الوحيد هو جعل الأمة أكثر قوة ونجاحا، واستخدمت لأجل ذلك كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق مصالحها. كما أنها قامت على تشويه الجماعات الأخرى، إذ حاربت ألمانيا النازية اليهودية كما شوه النظام الإيطالي الفاشي البلاشفة. ويعود أصل كلمة الفاشية إلى الكلمة الإيطالية فاسيو، والتي تعني الفأس المشدودة بالعصي، والتي اعتبرت رمزا للحركة الفاشية حيث أطلقها الزعيم الأول لهذه الحركة بينيتو موسوليني سنة 1919. وجمع بينها وبين العديد من الحقوق الاجتماعية مثل حق المرأة في الانتخاب وقوة العمالة وتحالف مع المحافظات والحكومات، واستطاع الحصول على السلطة بفضل هذه المحافظات والحكومات والتحالفات. وانتشر بعد ذلك انتشرت الحركة الفاشية في العديد من الدول الأوروبية كالأحزاب، وهددت العديد من الحركات السياسية مثل شن غارات على البلدان الاشتراكية المحتلة ومحاربة منظمات المزارعين الاشتراكيين في إيطاليا من قبل إحدى الحركات الفاشية المسلحة المعروفة باسم بلاك تشيرت ميليتيا، والتي حصلت على التمويل للقيام بذلك من الصناعيين. كما قامت الحركة الفاشية بقيادة موسوليني بمسيرات في مدينة روما، وكان من الحكومة أن ردت على ذلك بإعطائه رئاسة الوزراء، ولكنه نصب نفسه كديكتاتور وتحالف مع ألمانيا النازية. وقد اتسعت حركته في ألبانيا وإثيوبيا والعديد من الدول الأخرى. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ظهورها الهزيمة التي حدثت للدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى، والتي قسمت الدول الأوروبية إلى منهزم ومنتصر، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب، مما أدى إلى حدوث نزاعات قومية تطمح إلى استعادة كرامتها الوطنية.